حديث البلد مع مها الخليل شلبي. يعني دايما مها الخليل شلبي بس تكون عم بتزورينا بحديث البلد بيكون في حدث ثقافي يعني بيزيد للبنان وبتكون جاي تخبرينا عنه وبيكون حصل عن يديتك. مها الخليل شلبي انت ناشطه بالعمل الانساني والثقافي من اكثر من 35 سنه ورئيسه الجمعيه الدوليه. ليه عم بتكبريني هيك؟ كنت صغيره كثير بس بلشتي، كنت على 15 بلشنا هيك شيء ورئيسه، اسم الله عليكي على كل حال. شكرا. ورئيسه هلا بلشوا كانوا الشباب عمال يتغزلوا يعني. ورئيسه الجمعيه الدوليه لحمايه صور اللي بتملك 13 لجنة بأهم العواصم العالمية، وانت معنا الليلة من بعد ما قدرت تسجلي إنجاز جديد لصور من خلال تخصيص يوم كامل لإلها بثلاثة حزيران المقبل بأكبر وأهم مكتبة بالعالم وهي Library of Congress بواشنطن. يعني هيدا عن جد بده زقفة، إنجاز كبير بيستحق زقفة. مها الخليل من بعد ما قدرت تسجلي بعلبك وعنجر وجبال وصور على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، زرت مكتبة الكونغرس بأمريكا ضمن إطار نشاطاتك بمعهد الدراسات والأبحاث اللي أسستيه من سنة، واكتشفت أنه هالمكتبة العريقة بتضم صالة بتحمل اسم صور. أنا بحب أشكر أنه بجلسة سابقة بهالمقر المحترم والبرنامج تبعك المميز كنا حكينا موجودة. ايه نعم. كنا حكينا عن يانصيب بيكاسو. صحيح. وهيدي نتيجة هاليانصيب سمحت لنا انه نعمل مشروعين مهمين جدا لصور. نعم. وللبنان. واحد من المشاريع هو إقامة معهد للدراسات والأبحاث. مين ربحها أول شيء للوحة؟ لأنه نحن حكينا عنها بدنا نعرف مين ربحها. إيه ربحها شخص أمريكاني. نعم. شاب. نعم. اشترى بطاقة واحدة. نعم. وعمره 24 سنة وتمسك إنه يحتفظ فيها وكانت من نصيبه. وهو قيمتها كانت مليون دولار بالضبط. صحيح. اللوحة يعني. نعم. وبهالمصاري اللي جبتوهم أقمتوا معهد الدراسات والأبحاث. تماما. افتتحنا المعهد بنيسان الماضي. نعم. ومن ضمن نشاط هالمعهد اتفاقيات مع مكاتب عالمية مهمة. نعم. مشان التواصل وتبادل المعلومات، وعملنا اتفاقية مع مكتبة الإسكندرية. نعم. وكنت رايحة على واشنطن لنعمل اتفاقية مع مكتبة الكونغرس بواشنطن، واكتشفت بالصدفة انه اهم قاعة من اهم القاعات باللايبراري اوف كونغرس اسمها تاير، يعني سور. فوجئت بهالواقعة هاي ولقيتها انه مناسبة. مثل العادة ما بتخلي فرصة تقطع. طرحت فورا على المسؤولين باللقائنا باللايبراري اوف كونغرس انه انتم ملزمين تعملوا شيء للصور، ما زالوا عندكم قاعة أساسية اسمها صور. وسألت من أيمتى؟ قال من 100 سنة موجودة، من لما تعمرت اللايبراري وهالاسم هيدا موجود على هالمكان. فقلت ضروري ينعمل شيء لصور باللايبراري وما قدروا يرفضوا لي اياه. نعم. عندنا جاليه بامريكا هامه جدا. صح. جاليه. نعم. لبنانيه. اكيد. ولدرجه انه عندنا بالكونغرس الامريكي. نعم. اعضاء هامين جدا من اصل لبناني. نعم. وانا كونت منهم لجنة فخرية للحدث تبع اللايبراري. حيكونوا حاضرين. حيكونوا حاضرين بالحدث. 12 ممثل ل 12 ولاية من كونغرسمان. ألفنا منهم لجنة وكلهم حيشاركوا بهالنهار لصور. بهالنهار الجنوبي إذا فينا نقول. لبناني كمان. اللبناني الجنوبي. رسائل الغياب مكتوبة بالسهر،
الخليل باليوم المخصص لمدينة سور ب 3 حزيران المقبل، وبرعاية لجنة فخرية من كل رجال الكونغرس وسيناتورز من أصل لبناني، راح تستقبل مكتبة الكونغرس 21 محاضر من حول العالم من كبار العلماء والباحثين، راح يحاضروا عن هالمدينة العريقة، وراح يختتم هاليوم بمعرض للكتب الموجودة بمكتبة الكونغرس عن مدينة سور، بالإضافة لحفل عشاء ضخم بحضور أكثر من 500 شخصية علمية وسياسية بارزة. كيف بيقدروا المهتمين أنه يشاركوا بهالسهرة؟ يلي بيريد بيقدر يدخل على السايت تبع الجمعية، نعم، وبيشوف كل البرنامج بالتفصيل. ونحن كوننا كمان برنامج متمم لثلاثة حزيران، نعم، هو 5 أيام بواشنطن لزيارة المواقع المهمة بواشنطن مثل البيت الأبيض والكونغرس بحد ذاته وعدة مواقع هامة، يعني أبنية هامة، نعم، ومتاحف. فيه ناس ينضموا كمان لهذا النشاط، بيقدروا ينضموا يلي يعني بحب، من خلالكم بيقدروا يدخلوا على هالأماكن. مزبوط، بدي يفوتوا على السايت ويسجلوا، نعم، وطبعاً بنتواصل معهم يلي بحب يشارك من أي موقع كان بلبنان أو خارج لبنان، هو يا أهلا وسهلا فيه. مها الشلبي، هيك إيفنت شو معقول تكون انعكاساته الإيجابية على لبنان؟ هالنهار هيدا له مردود هام جدا على سور وعلى لبنان. نعم. بالنسبة لسور بالدرجة الأولى، هيدا توثيق لسور باللايبراري أوف كونغرس بشكل مميز، لأنه 12 خبير عالمي جايين من برات أمريكا، وفي كمان خبراء آخرين من ضمن أمريكا حيوثقوا تاريخ سور بشكل موسع. نعم. واعتراف ثانياً بأهمية الحضارة الفينيقية شو أعطت للعالم، وهيدا طبعاً بنرتد على لبنان كمجهود لبنان. أكيد. اهتمام بلبنان بيصير أكثر بكثير من قبل، وتعشق اللي عم يسمع واللي عم بيحضر إنه يجي يزور لبنان ويتعرف على لبنان ويتعرف على سور. فعم تعملي كمان نشاط سياحي وتجري المغتربين أو الأغراب يجوا يزوروا البلد، يصير عندهم الحشرية الثقافية طبعاً والفكرية، التعرف عن كسب وعن على الحضارة، أيوة، على البلد، وهيدا كمان له مردود اقتصادي مش بس ثقافي. صحيح. حلو. صحيح. مها الخليل شلبي، شكرا على هالإنجاز الجديد للبنان ولا مدينة سور تحديدا، اللي راح تدخل بفضل جهودكم بسجلات أهم وأكبر مركز حضاري بالعالم وهو مكتبة الكونغرس بواشنطن. الأمر اللي مثل ما قلتي بيساهم بإعطاء زخم حضاري للبنان وتعزيز السياحة الثقافية بالبلد. شكرا كثير، ورح نستبقيك معنا. شكرا لك.